السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. معلش يا مولانا الخط فصل. وبعدين انفصل. الله يبارك فيك، كنت بقول لحضرتك مش عايز اتعامل في البنوك مع المكافأة بتاعت نهاية الخدمة. اي ما انت قلت تجل ملابس الحمد لله وتجل في حاجات حلوة حلال، المشكلة طيب؟ المشكلة ان انا بيضحك عليا يا مولانا. ليه؟ بينضحك عليك. انا من اسوان. الاسوان ده عقلاء، اهل اسوان عقلاء، ايه اللي ده؟ ما هو انا بثق في الناس يعني. ما فيش واحد طيب في اسوان يشغل لك اموالك او يكون معاك محاسب؟ لا انا ناصح في يعني انا في التشغيل كويس، بس التاجر الامين اللي اتعامل معاه كتاجر يملى يورد لي او استلم من عنده مش لاقي. ينصبون عليك يعني؟ بيضحكوا علي. الله يفتح عليك. خد معك شريك طيب. ما فيش يعني اللي تلاقيه بيكذب واللي تلاقيه بيلاوع واللي لك ابن طيب. لك ابن؟ اه معايا ابني. اه ابنك عاقل ولا ارضه زي مثلك؟ لا برضه هيضحك علي. انا عاقل بس من عارف انك عاقل، لكن تقول كان في رجل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الي وقال يا رسول الله اني اخدع في البيوع، فقال عليه السلام إذا بعت فقل لا خلابة أي لا غدر ولا خيانة. فكان هذا الرجل يخير في السلعة بيعا أو شراء لمدة 3 أيام. فلكن أنت مش هنقول لك لا خلابة، أنت واعي وبتفهم الحمد لله، بس غايته أن الناس بتاكل عليك الفلوس. لا مش كده يا مولانا. طيب وإيه؟ يعني انا لما بنزل اجيب البضاعه بالجمله بجيبها من القاهره. ايوه ما بلاقيش التاجر الامين اللي اتعامل معاه. نرشدك لتجار امناء في القاهره ان شاء الله. الله يبارك في عمرك. ملابس يعني ولا ايه؟ نعم. نوع السلعه يعني؟ انا بشتغل في القماش. خلاص نجيب لك واحد بياع قماش كويس من القاهره ان شاء الله. وعندي محل ثالث صغير بتاع احذيه لا مؤاخذه وشباشب. برضه نشوف لك واحد بتاع احذيه وشباشب. تفصل ولا بتصنع ولا بتشتري وتبيع؟ بشتري بيع وشراء تجاره. خلاص ان شاء الله نشوف لك باذن الله. كلمنا على الهاتف الخاص باذن الله نشفع لك عند الطيبين من امثالك ان شاء الله. الله يبارك في عمرك ويبارك لنا فيك يا رب. الله يسلمك.